يا اخوان احنا لا جينا نقرا القران يجي الواحد يقول سلام اخذ من ريقي. انا لو اجي الحين مغسل يدي ويجي ضرب ظهرك وهي مبلوله بتزع صح ولا لا؟ فما بالك باشرف ما نزل على هذه الارض من الكتاب ذا، انك تاخذ من ريقك تحطها في القران. ترى هذا شيء 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 شي ما هو بزين بالقران، وتقليل الاحترام له. اذا انت مره يعني ما تقدر تقلب الصفحه وناوي تقرا القران اكثر من صفحه، خذ لك منديل وبلله، شفتوا، واقلب منها الصفحات بحيث انك لا اهنت القران وساعدت نفسك بنفس الوقت. فهذا انا الخطا كنت اقع فيه لين سمعت واحد ان شرواكم قال لنا وحبيت انقل لكم هذا وما عندي. وصلى الله عليه وسلم يكتب اجرك. سلام يقول كلنا شاكين بعمره، شك فيه الرجال ذا ما هو طيب، انزل الراتب دراهم كلها تروح، رجال مختفي وفي حاله على ما قال من الدوام للبيت ورجع في المسجد ما هو دائما. المهم مرت السنين وتوفى المدمن ذا هو ساجد مقدس. والله ما جاكم الا الصدق، رجال ساجد ومبتسم قاموا يتقلبون العلم وشو الرجال ذا وشو مسوي صلاته ما هو ذاك الزود وحماله يعرفونها وراتبه يروح كلهم يشكون باللي احنا نشكه ان الرجال ذا تروح دراهمه بشيء حرام. المهم يوم توفى ويتبحث وراه للرجال كافل 30 ولا علم احد وخليها بينه وبين الله. سبحان الله الرجال كان يدفع صدقه في اليتامى عطاه الله بالخاتمة الزينة. نقصد الكلام اليتيم ما هو بس صدق مسحة على راسه تاخذ اجر. سولف انت وياه تلطف له بالكلام اجر، فما بالك انت على ما قال تصدق ب 300 واجر مستمر ما هو ثابت ما هو مرة وانت مستمر وتكون حياته. الكلمة عندك يا اخو. وش يقول نزل كلام؟ نزل على كلام الاستاذ ياسر في الجمعية تضم لها غير اليتامى اسر محتاجة متعففة في نفس الوقت. فما يقدرون يمدون يديهم للناس اللي غيرهم. فالجمعيه هذه تحتويهم وتحتوي الايتام، فلا يقصروا لا في مبادرات ولا يقصرون في دفع 300 ريال. والله العظيم لا اللي زايد على كلامكم، ولكن 300 ريال والله العظيم تنفقها في مثل ما قلت لكم يوم الصباح في فنيله. فنيله لو تدخل لك محل ماركه فنيله ب 300 ريال. ف 300 ريال انفقها لله سبحانه وتعالى وتلقاها قدامك ان شاء الله في الاخره. وصلوا على النبي وسلامتكم. الله يسلمك. الكلام ما هو بس احنا اسفار، كلنا بينا خير. هو الكلام كلنا بيد واحد. الله يرحم والديك ويرفع قدرك. لا حن ولا الجمهور ولا الكيان كله ولا كل طيب يشوفه. اقل شيء احنا نكرره هم فيهم خير. انشر انشر. وكل واحد منكم ما هو بس احنا السفر نقوم. اللي عنده كلمة طيبة حيا كلنا نساعد. المشاهد ممكن يشوف يقول الله يجزاهم خير وفي ناس وايد بادروا واصل 13. انت مبادرتك انت اللي تشاهد ومتوفر المال عندك ترى تنفع وفي حاجة احنا لها وفي حاجة ذولا لا. انت اذا قلت كذا وقال كذا كذا بتسكر 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 ما تسكر. لا انت عط وقل وانشر للي عندك خلهم يعطون، لانك اذا انتهى وانت والثاني تهاون والثالث تهاون ما تسكر. انت بادر وانشر للناس خلهم يبادرون، لان انت اللي منك شوي ولا واجد يفيد في الوقف ويطوره من النسبات المئويه لين يكتمل باذن الله ونسجد شكر قد خالص ان شاء الله. الله يكتب اجرك.